واليوم يعني خيخ اليوم رجعتوني لسنة 97 من طلع اسمي من الكلية العسكرية وأنا كنت نقيب ورحت إلى كلية الأركان. رجعتونا تقريبا ما يقارب 25 أو 30 سنة. أنا أتمنى لكم التوفيق، يعني كان عاجبني أنه أجي هنا حتى أبارك لكم بهذا القبول بكلية الأركان، وأتمنى لكم أنه إن شاء الله تكونوا مطمئنين في كلية الأركان مثل ما كنتم متميزين في الكلية العسكرية. متخرجين الخارج أبناء هذه الكلية، تخرجتوا من هذه الكلية وتميزتوا بها وأرسلناكم إلى إنجلترا وتخرجتوا من إنجلترا ورجعتوا كملتوا مسيرتكم التدريبية والعلمية بالكلية العسكرية ودربتوا طلاب، واليوم تكملون إن شاء الله التميز مالتكم بعد ما انقبلتوا في كلية الأركان، وننتظر من عندكم أنه تكونون إن شاء الله أوائل مثل ما كنتوا أوائل بالكلية العسكرية. أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله راح نتابع مستواكم من بعيد ونسأل الله أنه نشوفكم بخير وبنجاح إن شاء الله. سريعة المثنى هي ما شاء الله سريعة المثنى هي هذه يعني متميزة سريعة مع احترامنا لكل السرايا الأخرى اللي موجودة في الكلية العسكرية، ولكن سريعة المثنى متميزة لها يعني حصة كبيرة عندي أنا، لأنه أنا خدمت بهاي السرية وعلى يعني كانت أمر فصيل على الدورة 81 والدورة 84، وهاي السرية يعني لها مكانة خاصة وضباطها دائما يكونوا متميزين، فما شاء الله عمل سرية ومعونا عمل سرية، مو صحيح؟ نعم صحيح. أي راح تعوفوها للسرية اثنيناتكم وتروحوا. بالتوفيق إن شاء الله. قدوة حسنة إلى طلابكم إن شاء الله. إحنا دائما الطلاب يعني نقتدي بأميري فصائلنا، أنا كنت طالب بالفصيل الرابع سرية موسى دورة 74، ولا زلت لحد هذا اليوم أنا أقتدي بأمر فصيلي الله يذكره بالخير اللي هو كان ملازم يوسف خلف محمود خريج الكلية العسكرية الدورة 70، معلمي وأخوي الكبير وأستاذي اللي تعلمت من عنده، أتمنى أنه يسمعني إلا من عندي كل الاحترام والتقدير، لأنه كان خير معلم علمنا بمهنية وبشرف وقدرنا أنه نكتسب من عنده معلومات عسكرية أهلتنا أنه نكون معلمين بالكلية العسكرية ومن بعدها ضباط وقادة بالجيش. أنتوا اليوم أكملتوا مسيرة متميزة بالكلية العسكرية، راح تكونوا قدوة إن شاء الله حسنة إلى زملاء إلى أبنائكم وأخوانكم بالمستقبل. هذول الطلاب راح يعني متأثرين بكم أنتوا كاملي فصائل، راح يشوفوكم وتروحون إلى كلية الأركان راح يكون عنده حافز يقول أنا أتميز مثل أمر فصيلي وأطمح أنه أكون ضابط ركن وأتخرج إن شاء الله من كلية الأركان. وهسه راح تشوفون وتتذكرون الكلية العسكرية مفصل مهم بتاريخ الضابط، إيش قد ما تصعد بك الرتب إيش قد ما ترتقي بالمناصب راح تبقى تحن وتذكر هذا المفصل المهم بحياتك، بنيت لك اسم بنيت لك قاعدة عد طلاب يكونون ضباط وقادة بالمستقبل. فأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ونعدكم إن شاء الله ترفعون راسل واسم الكلية العسكرية بكلية الأركان. أنتوا الثلاثة أريد أسمع من 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 الطلاب ومن السيد عميد الكلية أنه طلاب الكلية العسكرية اللي راحوا بالأركان هم الأوائل على الكلية إن شاء الله سيد. هذا كتابكم وبالتوفيق، وإحنا هنا هاي تبقى كليتكم وتبقى هذه مؤسسة يعني الدائرة هي أو المؤسسة هي مؤسستكم، وش أي شيء تحتاجونه أثناء وجودكم بالكلية إحنا داعمين، يعني من عندك سيد العميد من عندك تدعمهم بأي شيء شو يحتاجون يعني مكانكم هنا تريدون تبقون يا زملائكم عادي، مع إذا أنتم محافظات تبقون يمنا ولو هي الكلية مرتبة بس إذا تبقون يبقون يمنا هنا يبقون دعم خطاطين أي شغلة إحنا حاضرين وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا 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 بالتوفيق.